موجهة إلا السيد رئيس المجلس الجامعي لمدينة سطات. مدينة سطات حاولت، كان واحد التصريح مع أنفاس بريس، وعلى إثرو خرجت واحد اللجنة، خرجت اللجنة اللي جات حصات التجار، صابت العدد مزاول وهو 283. هنا كنسولو الرئيس علاش ما كتيش دير الإحصاء قبل ما نخرجوا. كان فهد ملي كنتي راسلتي الجمعية اللي كونها المتروفي هذه كنتي تراسلهم، كنتي تجي كنتي على الأقل هذا دابا 3 سنين من نهار 1 مارس 2017، حول الضمانات المتعلقة بالاستفادة من سوق المال، كنتي تحزن في الأمر في ذاك الوقت، وما خاصك دير ديمقراطية تشاركية، خاصك دير ديمقراطية تشاركية، ما كاينش نزاهة، ما كاينش شفافية، وما كاينش ديمقراطية تشاركية. على الأقل كنتي تحزن في الأمر، وكنتي تاخذ ديك الساعة من ديك الساعة كنتي تحسب شحال عدد المزاولون. وهنا كان هنا كاين واحد 200 مليون اللي كانت رصدات في المجلس السابق، اللي بغيناك تخصصها لهاد الناس ديال التجار في هاد الجائحة اللي كاينة حاليا، اللي الناس ما عندهاش هاد 200 مليون على الأقل تملك 100 محل، على الأقل يستافد منها 100 واحد. من هاد المنبر حنا كنقولك هاد 200 مليون خاصة لهاد الناس التجار، وراه في هاد الحالة ديال الجائحة الناس راه ما عندهاش، هي راه عندنا الجائحة حنا قبل الجائحة في السوق كاينة قبل. وهاد المحضر ها هو كاين فيه 200 مليون اللي كان وقع فيه الرئيس السابق مصطفى الثانوي، وتوقيع ديال كاتب المجلس هو شرف عاشق، ها هو فينا، واللي كانت صادقت فيه 22 عضو، كلها صادقت بان هاد الفلوس خاصها تخص لهاد الناس. وفي هاد الجائحة راه الناس بقى مس الحاجة إليها، حتى الناس راه مقاصيبة حتى الخبز ما تاكل، ها ساعة الرئيس راه الناس مصيبةش حتى الخبز ما تاكل، راه ليلة الحالة يرت عليها. والاسواق كل اللي تبنات واللي تعطات التعليمات ديال سيدنا ما تعطاش بحال هكا. وكنشكروا من هذا المبرك، كنشكروا شركه العمران على المجهودات ديال الجباره اللي بنات هذا المشروع، بنات ولاد التجار المزاولون. هذا الناس دابا هنا دخل شك، دابا الناس دخل شك، ما عارفاش شنو كاين دابا هنا، الناس راه داخله شك. دابا حنا بغينا تخرجنا بواحد التصريح باش عارف، دابا كتقولنا كاينه 460 توقيع، ملي جينا نشوفو كاينه 283 اللي كاينه كتزاول المهنه داخل السوق، كتزاول المهنه داخل السوق، الناس ما عندهاش الفلوس، بغينا تخرج تقولنا شحال ديال الفلوس، شنو اللي كاين، واش كاين شي مساعده، ما كاينش. مسائل الناس راه ما عندهاش في حال، الناس راه لا اله الا الله. وهاد 200 مليون صورت تسالوك عليها ساعه راس خاص تخرج لنا.